هاي قاعدين بلا شغل عم بتعانوا من البطالة؟ طب عم تعملوا مجهود كافي لتلاقوا وظيفة؟ مين قال ما لازم تقوموا ببعض خطوات وتكونوا محضرين حالكم؟ دايما جددوا السي في، وإذا ما عندكم كثير من الخبرة جربوا اعملوا ستاج لو ببلاش ببعض الشركات لتكتسبوا خبرة. في طريقة محترفة لكتابة السي في، فوتوا على الإنترنت واستوحوا من بعض التمبليت يلي موجودة هنيك. ما تنسوا دايما تبعتوا مع السي في كفر لتر، يعني كتاب موجه للاتش ار بتفسروا له عن اختصاصكم والهدف من التحاقكم بهالشركة. بعتوا السي في اونلاين مع الكفر لتر وما تنسوا تعملوا دايما فولو اب على طلبكم. زوروا عدة ويب سايتس مختصين بالتوظيف وعبوا طلبكم. لمعلوماتكم في اكثر من 10 ويب سايتس للبنان والمنطقة مختصين بالتوظيف. اهم شيء اذا كان عندكم انترفيو روحوا دايما على الوقت، خليكم على طبيعتكم وحضروا منيح قبل الانترفيو. مين قال لازم نعمل مجهود كبير تنلاقي وظيفة ببلد مثل لبنان؟ انا قال شوفكم بكره.